أنا نلاحظ أنه المنطقة تحت هيئة كبيرة جدا، وراهي كلها قيد الأشغال. كلها راهي قيد الأشغال. إذن هذا أمر إيجابي كتير، أنه مساحة بهذا الحجم يتم تهيئتها وتمد عند نهايتها، أكيد سوف تعطي يعني منظر رائع على منطقة أرديس وكذلك على منطقة جامع الجزائر، سوف تعطي منظر رائع، وخاصة إذا تم الاعتناء بالجانب نتاع الإخضرار وخاصة الزهور، خاصة الأزهار والعشب الطبيعي، الاعتناء به بسقيه بطريقة تلقائية وطريقة يعني دورية تكون فيه صيانة مستمرة، سوف تعطي لنا مساحة كبيرة جدا نتاع فضاء استراحة وتجوال يكون في مستوى المدن الكبرى في العالم. وعكس ما لاحظته في على مستوى المارينا في الجزائر في الفيديوهات الأخرى، فهنا لاحظ استعمال نتاع البافي، استعمال البافي عكس استعمال نتاع الإسمنت المطبوع. هنا لاحظ استعمال البافي إسمنتي، إن شاء الله برك يكون هذا البافي يكون صحيح ويكون مقاوم، يكون بنوعية جيدة، يكونش يتكسر وحده وحده. نلاحظ عملية وضع البافي. إذن هذا شيء إيجابي. وهذه على ما أظن هي طريق، ستكون طريق ميكانيكية. لاحظ هنايا انه المشروع هذايا يريدون الحفاظ على الشاطئ نتاع مازلا، يريدون الحفاظ على الشاطئ الرملي، لكن هيهات
الشاطئ الرملي هذا غير في محله، ما عنده حتى فائدة. ما عنده حتى فائدة الشاطئ هذا. ما عنده حتى فائدة الشاطئ لازم. وهنا ان شاء الله لاحظ النوعية نتاع البارير اللي راح يديروها على الشاطئ هذا، هذه النوعية. إذن هنا تنتهي الأشغال هذا، هنايا تنتهي الأشغال نتاع تهيئة الساحل المقابل اللي هو المقابل لجامعة الجزائر. و نروح نشوف المنطقة الأخرى مقابلة للعمارة تاع أرديس. إذن هذا هو التهيئة في هذه هي. والملاحظ كذلك هو أنه في هذه المنطقة نلاحظ غياب الأشجار، غياب تشجير، مساحة يعني شريط عريض في حوالي 50 متر أو 40 أو 50 متر، لكن ما فيهش تشجير، ما كاش أشجار، ما كاش، لا يوجد الأشجار. لا توجد أشجار. غياب التشجير. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.